مش عايزك ترجعي الجتة من غير روح. ومالها صفاء؟ عم حسن استحالة يعمل لها حاجة. استحالة استحالة، وادي النتيجة. حسن هددني بيك انتوا الاثنين، نفذ تهديده فيك، الخطوة الجاية هينفذها في اختك. ايوه يا بابا، بس انا سايبه يحيى في المدرسه كده هيرجع ما يلاقينيش. ما تخافيش على يحيى، انا هجيبه لك، هي بس الحكايه عايزه ترتيب شويه. بس يا بابا مفيش بس خلاص، قلت مفيش مروح لبيت حسن درغام. يمين بالله لو رحتي لاجيبك متكتفه واحبسك في اوضه. يلا يلا امشوا بقى، سيبوني معاه شويه. يلا يلا. انا لازم اطمن عليه. يلا انت كمان معاهم. يلا. يعني تفتكر انه هيوافق حد ياخد وقته؟ لكن في الآخر هيوافق. بس هو أكيد هيبقى ولاءه لإسماعيل بيه، هو اللي عرفه الأول وعرفه على حضرته. وماله؟ شريف مخه يوزن بلد، لف الدنيا وجاب آخرها، وهو خابر ومتأكد إن إسماعيل وولده ظالمين ومفيش واحد عاقل إلا ويخاف يوقف في صف الظلمة. صفاء ملهاش ذنب تتحرم من جوزها وابنها. عارف يا ابني، بس حط نفسك مكاني، مين يضمن سلامتها جوه بيت حسن درغام؟ تضمن انت بعد اللي حصل لك؟ انا وعدتها ان ارجع ابنها وانا عندي وعدي، بس كله بوانه. ولو عاوزاني اخطف لها مصطفى اخطفه، ما هو مصطفى ده بركة عيلة درغام. واخرتها؟ شوف يا ياسين يا ابني، اخوك غلط ما قلناش حاجة، بس احنا مش في ايدنا ان احنا نرجع الزمن ولا نمنع اللي كان. وانا عايز اصلح، والله عايز اصلح. رحت لحسن لحد عنده عشان نمنع الخراب ده، الخراب اللي انا شايفه زي ما انا شايفك قدامي كده، بس هو رفض، مش عاوز، بيفكر في نفسه بس. طب خلاص سيبنا نحاول معاه. لو حاولت 100 مرة حسن مش هيرتاح إلا إذا ولع فينا كلنا. عايز يموتنا بالحياة قدام ابنه اللي مات، وهينفذ اللي في دماغه. طب والحل؟ يموت. إيه اللي بتقوله ده؟ زي ما سمعت يا ياسين، حسن درغام لازم يموت.